يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. النهاردة هتكلم على توقعات النص الاول من 2020 لأصحاب برج الحوت. الطلب مني الموضوع كتير وحاولت على قد ما اقدر، وبدأت فيه ان انا اعمل توقعات النص الاول لوحده لعام 2020، واللي مش اللي عايز يشوف باقي الابراج هتلاقوها موجودة على القناة. مبدئيا برج الحوت، عشان ندخل في الموضوع على طول، انت من ضمن اكتر الابراج حظا لعام 2020، والنص الاول عندك حاجات كتيرة هيكون فيها ضغوط، ولكن الضغوط كلها للإيجابية للتعلم. النص التاني هو الناتج القوي اللي احنا هنكون الاستفادة الحقيقية في كتير قوي قوي من الحاجات. يعني اقدر اقول ان الاكثر حظ حقيقي هيكون على النص التاني. يعني كمان النص الاول هيكون موجود عندكم يا برج الحوت، او من بداية العام خلونا نقول ان هيكون في ايجابيات، زي ان كتير من الاهل هيقفوا جنبكم، كتير من الصداقة او الاصدقاء هيقفوا جنبكم، في ناس كتير هتدعمكم، ناس كتير هتقول لكم نصائح هي فعلا نصائح، ان هي خايفين على مصلحتكم، هيدعموكم سواء بدعم معنوي ان هم اللي هيعملوا لكم الحاجات، هيخرجوكم من المحن، هيكونوا سند ليكم وظهر كبير جدا. ده عامل الحظ هيدعمكم جدا جدا، وهيجعل ليكم فكرة السند او فكرة ان في ناس هتكون واقفة جنبكم بشكل قوي. برج الحوت، يمكن انت عانيت الفترة اللي فاتت او 2019 بسبب الاخرين اللي كانوا بيحبطوا فيك، او كانوا بيقولوا لك انك هتفشل، او انك مش هتقدر، او كان بيدوا لك كلام صعب، او كلام ممكن يكون كلام جارح، يعني انت ما كنتش متحمله. لكن هيكون من بداية 2020 هيكون عندكم الاستعداد الكبير جدا ان انت تواجهوا الاشخاص دي اللي تنمروا عليكم، اللي كانوا بيحاولوا ان هم يضايقوكم، يستفزوكم، ان هم كانوا بيضغطوا عليكم، ان انتوا هتكونوا افضل، ان انتوا احسن، هيتفاجئوا بيكوا، هيفتخروا بيكوا بعد كده. الاشخاص دي ممكن يكونوا من القريب او الغريب، يعني عامة هيكون عندكم اكتشافات قوية لاشخاص قد ايه ممكن يكونوا سلبيين، وانتوا كنتوا شايفينهم بمنظور الصداقة، وان هم قد ايه ممكن يكونوا ايجابيين، ولكن هتشوفوا برضو اشخاص هم اشخاص ايجابية جدا، ولكن انتوا كنتم بعيدة عنهم، يعني ممكن يكون خايفين تقربوا منهم، او ان انتوا كنتوا شايفينهم سلبيين. يعني من الاخر الدنيا هتتعكس معاكم العكس، الشخص اللي انتوا شايفينه قد ايه ممكن يكون ايجابي هتكتشف ان هو انسان كان سلبي، او العكس. يعني الموضوع ده مش بالعكس، مش الكل، ولكن جزء معين هنكتشف منهم ده. يعني من الاخر عندنا اكتشافات، توضيح للرؤية، توضيح لامور احنا ما كناش مخططين ليها، زائد ان احنا يا برج الحوت عايزين ننجح، وعايزين نوصل، وعايزين نكون في القمة، عندنا طموح كبير جدا، عندنا احلام كتيرة، عندنا كمان تخطيط ذكي، ممكن يكون عندنا بعض الكسل في بعض الايام اللي ممكن نقابلها، ولكن احنا مش محتاجين الكسل، وده قلناه في التحذيرات الخاصة ب2020 ان احنا عايزين نبعد عن الكسل، لان احنا عندنا حاجات حلوة، عندنا افكار كتيرة، وعندنا تخطيط قوي جدا، وعندنا عزيمة حلوة، فليه ان احنا نعوضها بالكسل، فكل ده يخفض من معنوياتنا. برج الحوت عندنا ايجابية كتيرة قوي قوي في المجال العمل، منكم كتير اللي عايز يعمل مشروع خاص، وعايز يعمل استثمارات، ويعمل حاجة خاصة باسمهم او باسمكم انتوا، هتنجحوا جدا لو عملتوا ده، وكتير منكم هيبدأ بالفعل ان هو يعمل ده من شهر فبراير وشهر مارس جدا. في بعض الحاجات اللي انا عايزة اقول بس نخلي بالنا منها، عايزين نخلي بالنا من الانعكاسات اللي ممكن تحصل في شهر ابريل، انعكاسات خاصة بالصحة، انعكاسات خاصة بيه، ممكن يكون تعرضنا لحوادث لو احنا بنسافر او على طرق سريعة، لازم ان احنا نخلي بالنا كويس جدا جدا، ما نكونش متسرعين، يعني ما نكونش عاملين سرعة عالية وبنجري والحاجات اللي زي كده، والسباق بتاع الشباب والكلام ده كله، يعني يا ريت ان احنا نبتعد عنه تماما تماما. برج الحوت عندنا هيكون في شهر، يعني شهر مارس هيكون اكتر الشهور اللي فيها ايجابية وفيها بعض السلبيات، يعني هيكون فيها ده وده، فيها بعض التقلبات، شوية ايجابي وشوية سلبي، زي برضو شهر يونيو اللي هو شهر 6 هيكون فيه بعض الانقلابات شوية، ولكن هنقدر ان احنا نتعدى ده، او ان احنا نعدي الحاجات العراقيل دي بالايجابية. يعني هنكتشف في الاخر ان العواقب اللي ممكن تقابلنا توصلنا لمرحلة نفسية شوية سلبية، لا، هنعرف ان احنا نتخطاها ونكون ايجابيين.
برج الحوت الوضع العاطفي، الوضع العاطفي هيكون فيه تحسن كبير جدا جدا، كتير منكم هيكون عنده حب، عاطفة، رومانسيات، يعني هنكون بنعجب بحد وحد بيعجب بينا، وفي لاف لاف في المواضيع كده، خاصة ان في حد من الجنس الاخر هيساعدوكم في مجال العمل، هيكون في تطوير في حياتكم، هم هيكونوا داعم قوي ليكم، فانتوا بالتالي هتكونوا معجبين بشخصية كانت بتساعدكم او شخصية ليها في اسلوب اتعاملتم معاهم، فهيكون في اعجاب كبير قوي قوي. النص الاول هيكون في مناسبات سعيده خاصه بالعاطفه، يعني ممكن يكون في عروض للزواج او اتمام لزواج، هيكون في شهر مايو او يونيو، لازم يعني برضو ان احنا يعني نكون مبسوطين ومتفائلين، لان في ايجابيات كتيره جايه يا برج الحوت، فعايزين نكون متفائلين، نبعد عن التشاؤم، نبعد عن الاحباط، اي حد بيحاول ان هو يحبطنا تاني او نتعرض ليه الكلام ده يا ريت ان احنا ما نسمحش بيه اساسا. برج الحوت كمان انت ممكن يكون عندك في انك عايز ترجع للماضي، او انكم بتفكروا في الماضي، او متعلقين بشخصيه ممكن تكون الشخصيه دي اساسا ما بقتش ليكم من الاساس، بنفكر فيها وممكن تكون الشخصيه دي ارتبطت بحد تاني، او الشخصية دي يعني بعدت عننا لاي سبب من الاسباب، ولكن احنا عندنا تعلق بالشخصية دي، احنا بالذات الشخصية دي لو مش انتوا اللي سبتوهم، يعني هم اللي سابوكم، هم اللي حصل ظرف ما وحصل بعد، فده هيكون سبب رئيسي هيخليكم ان انتوا تكونوا بتفكروا فيهم جدا جدا. ما نخليناش او خلينا ان احنا نبتعد عن الماضي تماما ونفكر في الحياة الجديدة، لان الجديد كله ايجابي، عندنا فرص كتيرة ذهبية. برج الحوت عايز اقول برضو حاجة مهمة جدا جدا واعتبروها نصيحة مهمة، والنصيحة دي احنا لازم نعمل بيها في النص الاول اكتر، يعني انا اتمنى ان احنا نكون مركزين فيها في البداية اكتر من النص التاني. النص الاول احنا محتاجين ان احنا نركز قوي على الايجابية ونستغل الفرصة، ما نخليش الفرصة تعدي، لان الفرصة لو عدت مش هنعرف نرجع مرة تاني، لازم نكون دقيقين جدا جدا في المعاملة. احنا عندنا في اشخاص هيكونوا برضو مازالوا بيتمنوا لينا الشر او عايزين يعملوا لينا مكيدة، فخلي بالكم جدا جدا، الناس اللي بتشتغل في اماكن خاصة باوراق او في اوراق كتير، مستندات، الكلام ده كله لازم تخلي بالكم من الحاجات دي، والاختام وكل الحاجات اللي زي كده لازم نحرص قوي قوي، لان في اشخاص ممكن نتعرض لخدعة، لسرقة، لامضاءتنا، يعني خلونا نخلي بالنا كويس جدا جدا على الامضاءات اللي احنا بنمضيها عشان ما نتعرضش لاي مشكلة قانونية. برج انا شايفة ان الشهر النص الاول هيكون ايجابي جدا، لكن الشهر اللي احنا ممكن نكون بنحرص منه اكتر هو شهر ابريل اكتر، يعني شهر ابريل هو اللي احنا يعني نخلي بالنا كويس، يمكن مارس او يونيو هيكون في بعض السلبيات لكن ايجابياته اكتر، بعض الايام السلبية ممكن تكون شوية عنيفة معانا لكن هنقدر عليها ونتخطاها، هتسبب لنا بعض المشاكل، الضغط نفسي لان احنا حساسين جدا جدا، لكن هنفوق منها على طول، فمش هتبقى مشكلة كبيرة، لكن اللي احنا محتاجين فعلا رعاية قوية، او ان احنا نخلي بالنا على نفسنا قوي قوي، ومن طريقة كلامنا وتعاملاتنا مع الاخرين والطرق والحوادث، ونبقى محصنين نفسنا بشكل كبير جدا جدا في شهر ابريل. من شهر فبراير هيبدأ عندنا موضوع الانتقال، يعني احنا عايزين نعمل انتقال في المنزل او نعمل في المنزل تغييرات، يعني المكان اللي احنا قاعدين فيه او مقيمين فيه عايزين نعمل فيه تغييرات، يا اما ان احنا نتجه لمكان تاني او موقع تاني. اما بالنسبة للعمل في حركة انتقالية اللي هو ترقيات، يعني في منكم كتير هيكون عنده ترقية، او منكم كتير عايز يعمل مشروع خاص بيه، وده اتكلمنا عنه ان كتير منكم عايز يتجه انه يعمل مشروع خاص بيه، في حركة انتقالية كبيرة جدا. في كتير جدا جدا النص الاول من العام كتير جدا من اصحاب برج الحوت، خاصة العشرية الاولى والتانية، بيتفكروا كتير في موضوع السفر، بيتفكروا كتير ان احنا عايزين نقيم خارج دولتنا، خارج البلد بتاعتنا، خارج الموقع بتاعنا، عايزين تخرجوا من الحالة بتاعتكم لمكان جديد نهائي، لان انتوا حاسين ان هتكون بداية جديدة او بداية لحياة جديدة. الوضع الصحي لازم ان احنا برضو نحذر كتير قوي قوي من النظام الغذائي بالذات، ونحافظ على الوزن بتاعنا، يعني لو وزننا يكون كبير فاحنا لازم نحذر ونخلي بالنا ان احنا نعمل
يعني نعمل حمية غذائية لينا كويس جدا جدا، لأن الدهون هتكون مسببة لنا مشاكل، والنقص المناعي ممكن يسبب لنا مشاكل كبيرة جدا في النص الأول. غير ذلك عندنا أفراح كتيرة، عندنا مناسبات سعيدة، عندنا مفاجآت حلوة، هي خروج من عراقيل كتير. حتى العراقيل اللي أنا بقول إن احنا ممكن نقابلها، أنا بقولها لشكل تحذير إن احنا نخلي بالنا، لكن الإيجابيات هتكون أكتر في النص الأول، لكن إيجابيات حقيقية النص التاني. برج الحوت، بتمنى جدا ان انا اكون فدتكم، وبشكركم جدا جدا على كلامكم، لان اكتر الابراج اللي بتبعت لي كلام كتير كويس جدا وبحبهم قوي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.